محمد وآل، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. ونبذه 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 ووسوس به وتثبيطه وبطشه وكيفه ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشرفه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع المكائد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وصيتنا فقلت: من صلى علي عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى أمنه الله من الفزع الأكبر يوم القيامة. وزدتنا فقلت: وإن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قال الصحابة: كيف يا رسول الله وقد أرمت أي فنيت وأكلتك الأرض؟ فقال: الرحمة المهداة والنعمة المزداة، أما تعلمون أن الله أمر الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء؟ تبت يا رسول الله حيا وميتا. ويقول رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الساعة المباركة من اليوم المبارك، يوم
أشاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، تذكيرا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأننا نصلي عليه في هذا اليوم خاصة، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ولد آدم، وفيه يبعث، وفيه تقوم الساعة، وفيه يدخل الناس الجنة، يدخل الناس الجنة بإذن ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، وهو ما يسمى في الآخرة بيوم المزيد، يوم المزيد، اسأل تعطى، اسأل تمتع، ارتع في الجنة، ابغ ما عند الله عز وجل من الخير هنالك. لا وسيط ولا جليس إلا الله، لا ممن عليك في هذا الأمر إلا الله، لن يفرج عنك في هذا اليوم إلا الله. ذهبت الملوك، الملوك تموت ويبقى الله حي لا يموت، بقى الملك لمن الملك اليوم. إذا قضي كل من على الأرض، إذا قضي كل من على الأرض بالموت، العزيز والذليل، الغني والفقير، القوي والضعيف، الصحيح والمريض، كل يفنى ويبقى الله عز وجل كما كان ولم يكن قبله شيء، كما قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، كان الله ولم يكن قبله شيء. فأول ما خلق، خلق الماء وكان عرشه على الماء، سبحان الله. فتعود كل الأمور إلى ما كانت. ثم يقول الله عز وجل حينما يريد أن يقبض الملأ الأعلى، الملائكة، يا ملك الموت من بقى من خلقي، فيقول يا ربي بقى جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة عرشك وأنا وأنت وأنت الحي الذي لا يموت، حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فيقول يا ملك الموت فليمد جبريل، فليمد جبريل، فهنالك يهتز العرش لوفاة الوحي الأمين. فيقول الله عز وجل لعرشي اثبت فإني أنا الله، اثبت، كتبت الموت على كل الخلائق. أيعز عليك وفاة جبريل وقد مات قبله حبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اثبت فإني أنا الله من بقى من خلقي يا ملك الموت. فيقول يا ربي بقى إسرافيل وميكائيل وحملة عرشك وأنا وأنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول الله عز وجل فليمت ميكائيل ثم يموت إسرافيل. ثم يقول الله عز وجل يا ملك الموت من بقى من خلقي؟ فيقول يا ربي بقى حملة عرشك وأنا وأنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول الله عز وجل فليمت حملة عرشي، وهنالك يحمل العرش بقدرة الله. إذا كان دول حملة العرش، طب لما يموت حملة العرش من الذي سيحمل قوائم العرش؟ قدرة الله عز وجل، كن فيكون. ثم تأتي البقية، البقية لمن أذاق الناس سكرات الموت كي يذوقها هو، كل نفس ذائقة الموت، حتى ملك الموت، حتى ملك الموت سيذوق الموت. نعم، من بقى من خلقي يا ملك الموت فيقول يا ربي بقيت أنا وأنت وأنت الحي الذي لا يموت، ما هو عارف الدور خلاص انتهى عليه. فيقول الله عز وجل فلتمت يا ملك الموت، موت زي ما أذقت الناس سكرات الموت، موت. ففي الأثر أن ملك الموت يقول حينما يتجرع السكرات كما ستتجرعها أنت، كما ستتجرعونها، كل نفس ذائقة الموت، كلنا سننام على فراش الموت، وكلنا سيحاسب نفسه في هذه اللحظات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيقول الله عز وجل فلتمت يا ملك الموت، موت. فجاء في الأثر أنه يقول وعزتك وجلالك يا رب لو علمت من سكرات الموت ما علمت الآن ما قبضت روح مؤمن يوحد الله. لو عرفت في اللحظة اللي أنا بذوق فيها سكرات الموت الألم الشديد اللي أنا كنت بأذيقه للموحدين التائبين المخلصين الخاشعين،
ما كنت قبضت روح مؤمن واحد الله، ما كنتش خدت الوظيفة دي يا رب. ثم ينادي ربنا عز وجل قضي بالموت على كل الخلائق من في الأرض ومن في السماء، وكما بدأنا أول خلق نعيده رجع الأمر إلى مكان. فينادي ربنا بجلاله وقدرته وجبروته وهيمنته وعلو شأنه فيقول لمن الملك اليوم؟ جدع رد، جدع ردي، ما احنا كلنا عارفين الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار يقهر كل شيء بقدرته، يقهر كل شيء بعزته، يقهر الأرواح بما علا منها وما استضعف، يقهر الأنفاس بما قوي منها وبما استذل، يقهر الأموال بغني وفقير، يقهر كل شيء. فإذا إلى متى سيكون هذا الأمر وأنت تعلم خصيصا أن الأمر كله لله عز وجل؟ فإذا كان يوم المزيد يوم الجمعة أراد الله عز وجل أن تقوم الساعة، فتقوم الساعة فيبعث من في السماوات والأرض سبحان الله. ثم يريد ربنا تبارك وتعالى بهيمنته أن تسود على الخلائق، فأهل الظلم يكونون زمرة، وأهل الرشوة يكونون زمرة، وأهل الصلاح يكونون زمرة، وأهل الزنا زمر، يخرجون إلى ربهم من قبورهم زمرة سبحان الله عز وجل. فيأتي حديث ابن مسعود الجميل، يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة للقاء ربهم زمرة، فمنهم من يخرج، اسمع يا موحد انت مين فيهم، فمنهم من يخرج يوم القيامة ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء الشهداء من أمتي. ومنهم من يخرج وعليه ملابس يكبر ويهلل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك سبحان الله. فقيل من هؤلاء رسول الله؟ قال الذين يموتون في أداء مناسك أداء مناسك الحج والعمرة. ومنهم من يخرج ومن النساء وعليها درع من لعنة الله. قيل من هي رسول الله؟ قال المرأة النائحة اللي بتلطم الخدود وتشق الجيوب وتقطع الشعور. يا جوزي يا بعلي من غيرك هنموت، من غيرك هنروح في داهية، يا اللي كنت ساترنا، اللي كنت موكلنا، اللي كنت مشربنا، أين الله؟ أين الخالق؟ أين الرزاق؟ تلك المرأة النائحة عن زوجها، على زوجها، تخرج من قبرها عليها درع من لعنة الله. ومن الناس من يخرجون يوم القيامة حولهم أطفال يزجونهم إلى نار جهنم، أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هيجتمع اليتامى وروح زقينه في نار جهنم. أولئك الذين سولت لهم أنفسهم يجمعون التبرعات ويضعون في جيوبهم، أولئك الذين سيسألون أين حق هؤلاء الذي أخذته من الناس؟ هل وصيته؟ هل أعطيته؟ ها؟ أنت عملت فيه إيه؟ هتسأل والله. وأما اليوم الذي يبتهج فيه الصالحون هو يوم المزيد، يحشرهم الله عز وجل في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة. عايزة تعيش لنا كأن النهاردة، ما هو النهاردة جمعة، وممكن تكون الساعة، وممكن يكون أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، هتروح تقول له إيه؟ فهنا في اللحظة دي بالذات إذا دخل أهل الجنة الجنة وجلسوا في مجالسهم التي أراد الله لهم، أجلسهم الله عز وجل في قصورهم، في غرفهم، في أماكنهم التي أعدها الله لهم، نادى مناد من قبل الله عز وجل يا أهل الجنة أنتم. أسأل الله عز وجل لكل من يشاهدنا الآن أن يكون صاحب هذا النداء،
في دار المقامة، في دار السعادة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا أهل الجنة فتنتبهون لمن هذا النداء. فيقول إن الله يستجيركم، إن الله يطلبكم لزيارته، فتخرجون من كل مكان لملاقاة ربكم، كل يترك ما في يده من نعيم ومن مقام أوتيه في الجنة ومن الحور العين ومن نسائه في الجنة، ثم يلجأ لمقابلة الله عز وجل فيجد، فينادي المنادي فيأخذهم لملاقاة ربهم في وادي يسمى بوادي الأفيح، وادي الأفيح في الجنة، واد يفوح منه المسك، الله أكبر، تجلس فيه تبتهج برائحة الجنة وملاقاة ربك. فيجد أهل الجنة أن الله عز وجل أعد لهم في هذا المقام منابر من النور وكراسي من النور، ثم يجلس أبناهم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيهم من دني، يجلس أبناهم وما فيهم من دني، ما فيش حد أدنى من حد، لا يظل الذي أدنى منزلة، لأن الذي أعلى منه على المنابر من النور بأفضل منه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، سبحان الله، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيتلاقوا على محبة الله عز وجل. هم قاموا تحابوا في الله فاجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، لم يجتمعوا على الضرب ولا على القتل ولا على النبذ ولا على الفرقة ولا على الحقد ولا على أي شيء إلا على مرضاة الله تبارك وتعالى. لم يجمعهم إلا هم واحد، هم الطاعة في الله والحب في الله والود في الله والمصالحة في الله. فيقول الله عز وجل حينما يشرق ببهاء، لسه ربنا ما شفناش وجهه، أسأل الله أن نكون ممن يلقاه الله بوجه الكريم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. فيطلع ربنا بكلامه الأول، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن الله وعدكم وعدا يريد أن ينجزكموه. ربنا وعدكم وعد وعايز ينجز الوعد ده. الله يا رب، الله يا رب، ما فيش هناك لا قصور ولا عربيات ولا مراكز ولا ملك ولا أي حاجة خالص. الملك بيقول لك، القوي بيقول لك، الجبار بيقول لك، المهيمن بيقول لك، العزيز بيقول لك، بيقول لك إن الله وعدكم وعدا يريد أن ينجزكموه. وعدكم ربنا بالوعد وانتوا جيتوا، وأنا عايز أنجز الوعد. إحنا مين يا رب؟ إحنا مين؟ مين عشان نقول لك فين وعدك؟ ده أنت الملك، ده أنت إن شئت صرفتنا إلى النار وإن شئت صرفتنا إلى الجنة. فيقول الله عز وجل إن الله وعدكم وعدا يريد أن ينجزكموه. فنقول يا رب، وما هو الوعد بعد الذي أوتيناه، الشيء اللي احنا أوتيناه في الجنة بعد هذا النعيم الذي أتيتنا إياه في الجنة، بعد هذا الكرم والتفضل منك في الجنة؟ فإذا بالجنة تشرق بنور ربها، الجنة تشرق بنور ربها، وإذا بالوجوه تسترين بنور الله عز وجل. فيقول الله عز وجل يا عبادي هل رضيتم؟ يا رب احنا مين عشان نرضى؟ يا رب احنا مين؟ ده انت اللي بنقول لك ارضى عنا يا رب. يا رب ده احنا اللي بنطلب منك الرضا يا رب. يا رب ده احنا اللي بنطلب منك العفو والرحمة. ده احنا مقصرين يا رب، ده احنا مذنبين يا رب، ده احنا آثمين يا رب، انت اللي تطلب منا الرضا، هل رضيتم؟ فيقول النبي، فيقول أهل الجنة، وما لنا يا ربنا ألا نرضى، وقد أنعمت علينا برضاك ورفعت عنا سخطك وأسكنتنا جنتك. فيقول المولى عز وجل، ألا أنعم عليكم بنعمة أفضل من ذلك كله؟ فتقولون نعم يا رب. فيكشف الحجاب عن وجهه فنرى الله، الله أكبر، هتشوف ربنا عز وجل، والله هتشوف ربنا عز وجل كليلة البدر، سبحان الله، رؤيتك للقمر في ليلة البدر، كما قال النبي، هل تمارون، هل تشكون في رؤية القمر في ليلة البدر؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال كذلك سترون ربكم يوم القيامة، هتشوفوا عيانا بيانا، هتقولوا هو ده ربنا، هو ده الجمال، جمال ربنا، نور ربنا، ربنا يستحق ان انا اعصيه؟ كان يستحق ان انا اكذب؟
كان يستحق ان انا افرط؟ ربنا الجميل يستحق ان انا اخذ اموال الناس بالباطل؟ ربنا الجميل يستحق ان انا اعمل شيء يغضبه؟ يا الله كنت اخسر كتير قوي 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 لو انا ما مشيتش على الطريق المستقيم. فانظر الى وجه الله الكريم، فما يؤتى اهل الجنه نعمه افضل من نعمه النظر الى وجه الله الكريم. فيقول الله عز وجل يقبلوا على الله تبارك وتعالى اهل الجنه فيجلسهم على موائد استقبال، بقى اقعد بقى كل واتمنى. فيجلسون فيقول يا داود اقرا عليهم الزبور بصوتي. ده امسيه دينيه في الجنه يحضرها الانبياء والصالحون والعلماء والصحابه رضوان الله عليهم والسلف والتابعين ممن حباهم الله بحبه ورضوانه. فيجلسون كل ينصب وينظر الى وجه الله. الله اكبر، قاعدين على المواعيد وربنا طالب وجهه سبحان الله عز وجل، مشرك بوجهه الكريم وكله قاعد بينظر. ثم يقول الله عز وجل يا داود اقرا الزبور، متع الناس دي بصوتك الجميل، فاقرا الزبور بصوتي فيهيم اهل الجنه. الله ايه الجمال ده، ايه الصوت الجميل، هو ده سيدنا داود، هو ده سيدنا داود. يا سلام، شوف سيدنا داود يا جدعان قاعد هو والله بيقرا الزبور بصوته. ثم يقول الله عز وجل يا محمد اقرا عليهم سوره طه، اقرا سوره طه. فيقرا المصطفى سوره طه. ثم يقول بعدما ينتهي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا، الان اقراوا الرحمن بفم، اسمعوا الرحمن بفم الرحمن. اسمع بقى ربنا هيرتل لك قران، هيقص عليك كلامه بقى، ما هو كلام ربنا اساسا. فلما يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقول له يا رب والله ما كذبت، والله يا رب إني كنت من المصدقين، والله يا رب أنا صدقت كلامك، صدقت نبيك، صدقت كل شيء، ودلوقتي أنا جاي لك أنا ما عبدتكش حق العبادة على جمال إشراقة الوجه بهاء عزة السلطان، أنا ما عبدتكش أنا كنت مقصر، حكمتك ورحمتك تجاوزت عن مني عمل المائة من